بسم الله والابن والروح القدس الله واحد امين. نعمته ورحمته وبركاته تكون معكم معكم يا ابا يا اخوتي امين. اولا واخيرا اشكر ربنا يسوع المسيح ومن العذر انها سمحت لي النهارده اخذ بركتكم. اشكر الاباء الافاضل ابونا مرقس وابونا ارسانوس على محبتهم وسماحهم لي مشاركتهم القداس. ربنا يعوض تعب محبتهم الكبيره. انجيل هذا الصباح المبارك بيكلمنا انه اولاد ربنا لازم هيكون لهم ضيق، لازم هيكون لهم تعب، دي لانهم اولاد الله، اولاد النور وليس اولاد العالم. عشان كده يقول لنا كده في العالم يكون لكم ضيق. لازم في العالم هيكون لاولاد المسيح ضيق بأي صورة من الصور، لأن عدو الخير ما بيسيبش أولاد ربنا يعيشوا في طمأنينة وسلام، بل عاوز يتعبهم وعاوز يجلجهم، عاوز يكون عندهم قلق دائم عشان ما يتمتعوش بحلاوة ربنا والعيشة مع ربنا والسلام مع ربنا. المزمور النهاردة بيقول جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الرحم. تذكرنا أول شيء بني إسرائيل في خروجهم من مصر جازوا بين المية، جازوا في البحر الأحمر، كان فرعون وراهم وربنا قال لموسى اضرب البحر فانشق وعبروا البحر. وأيضا الفتية الثلاثة القديسين كانوا في أتون النار، كانوا في الأتون. احنا كبشر دايما بنبص على الحاجة الصعبة او الحاجة المتعبة الحاجة الخطيرة، ما بنبصش على النهاية السعيدة، ما بنبصش على الفرح اللي بعد كده. زي صلب ربنا يسوع المسيح على عود الصليب، بنبص دايما ان الصليب عليه رب المجد يسوع المسيح. ساعات كتيرة بننسى إن السيد المسيح قام من بين الأموات وانتصر. حتى لما بنتذكر الشهداء والقديسين بنتذكر دايما الآلام والأتعاب بتاعتهم. نقول لك ماري جرجس قعد 7 سنين يتألم ويتعذب، وأبو سفين وكتير من الشهداء، بس ما بنبصش على المجد السماوي والفرح السماوي الذي لا ينطق به ومجيد. يقول كده ان ربنا يزهره في ايام الافتقاد، ان كان ايام الافتقاد على الارض او في السماء. ربنا ما بيسيبش اولاده، بيزهر اولاده حتى بتمر عليهم الام وتعاب وضيقات في العمل في الشغل. حتى لو الانسان ابن ربنا لازم بتمر عليه الام وتجارب وضيقات، عشان هو مش ابن العالم، لا ده ابن المسيح. ويقول كده السيد المسيح سيبغضونكم كما ايه ابغضوني. انا تبع المسيح، المسيح ابغضوه الاول وكرهوه لانه جه نور للعالم. زي كده كل ولاده، زي كده كل اولاده. عشان كده لازم هيكون لينا ضيق، يكون لينا تعب، يكون لنا ألام تختلف من شخص للتاني، كل واحد بظروفه، كل واحد بمراحل عمره، كل واحد بمكان عمله، فتختلف من شخص للتاني. ولكن ننظر للنهاية، ننظر إلى نهاية السيرة، ننظر إلى نهاية الافتقاد ربنا، زي ما بيقول كده معلمنا بطرس إنه يعلن ربنا في يوم الافتقاد عمل كل إنسان. إن ما كانش على الأرض يبقى في السماء. عشان كده إحنا كأولاد ربنا بنعمل حساب أجرنا السماوي، بنعمل حساب إنه لينا مكان في السماء، لينا رجاء في الأبدية، لينا رجاء مع الأبرار القديسين نتمتع فيهم في السماء وناخد الجزاء السماوي وناخد العطاء السماوي والفرح السماوي الذي لا ينقض.
الفرح الدائم والميراث السماوي الذي لا يضمحل. ربنا يعطينا دايما نحن ننظر للأبدية، ننظر لوقت الانتصار، ننظر للقيامة، ننظر للمكان اللي بيعده لنا ربنا في ملكوت السموات، وليس للألام الجسدية اللي بنلقاها في الأرض. ربنا يعطينا نحن نسعى لهذا المكان السماوي، الحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرم إلى الأبدين.